كنا راقدين فوق نحنا النار وكرتوش شبيع انواع اسلحت معنا القنابل الشبابك كانت تترج نحلو الشبابك باش ما تتكسرش بالله حاجه قط من نص بشرة الحمد لله وصل وهي قص الضوء قعدنا 3-4 ايام لا ماء لا ضوء تاع الصباح وانا بجنبي القياده ضرب نسمع كان في الكرتوش والقنابل قمت على صوت الكرتوش والقنابل القنابل هابطه في البلاصات اللي بجنبنا يتعداو هكا على روسنا داري كلها كرتوش والشباب داخلنا ما نرقدوش النوم هذاك مستحيل كل دقيقه نقولوا الدار باش اتحادنا البلاص باش اتحادنا يعني رعب عشنا رعب فما حمايه احنا لما طلعنا من الخرطوم للمعبر الحدود يعني على الرقين في السودان كان فما حمايه رافقتني يعني لمده كيلومترات الاولى لانه في كان في نهب في الطريق الحمد لله اما مجرد فطنا يعني مناطق العمران خلاص الحمد لله يعني ما يعني فطنا وتجاوزنا ما حد اختر وطول الطريق الحمد لله يعني ما كان امن يعني ما كانش فما يعني تهديد الحمد لله